مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من رح نبقى سوا دايما منطلع عليها من خلال أكيد هالساعة تقريبا من الوقت لنواكب كل التطورات. إن شاء الله هيك نقدر نوصل بنهاية هذه الحلقة لقراءة واضحة وشافية، خصوصا أنه ضيفي هو ربيع الهبر ناشر موقع لبنان فايلز ومدير عام ستاتستكس لبنان. أهلا وسهلا فيك أستاذ ربيع. يعني اخر فتره بس نتابعك على مواقع التواصل الاجتماعي كنت عم بتبشر بانه راح اللوج. ايه هو يعني اذا ما راح بده دعسه بيروح، اكيد راح اللوج. هلا انا وجاي من البيت هون على شيء على الاو تي في، قضيه الطرقات، قضيه الشوارع مطفيه والنفايات متلتله. منيح ان مطفيين القضيه حتى ما يبينوا النفايات، كمان نشوفهم بس فينا نشم الريحه. يعني ايه بس يعني هيدا شو بخبرك انه الدوله لا قادره تامن كهرباء ولا بقى قادره تضبط امن بمكب زباله. نحن طلب من قوى الامن الداخلي تامين الحمايه على مكب النفايات بنهر برج حمود بجديده. اعتذرت، تاني نهار رجعت أمنت وعملت دوريات، رجع طلب من مخابرات الجيش ومؤازرة من الجيش اللبناني، رجعت وقفت المؤازرة، رجع أقفل الملف المكب المطمر. لوين نحن رايحين؟ إذا نحن كرمال 25-50 واحد جايين يعملوا تنقيب عن الريسايكلد برودكتس لحتى ياخذوها ويبيعوها، مش قادرين نضبطه للمطمر واعتدوا على العمال جوا، نحن لوين رايحين؟ اذا شغله مثل هاي، هودي ناس عاديين مدنيين، هودي يعتبروا اللي عم يجوا يلملموا على النفايات، نحن وين؟ نحن باي دوله وباي قدره اذا صار في انهيار امني؟ والانهيار الامني ممكن يصير لعده اسباب نرجع يعني نحكي عنها من خلال الحلقه. خرطوشه يعني او باب من هيدا المجال او غيره، يعني في تخوف المعطيات؟ لا لا لا، هيدا ما له علاقه، ولكن الملف الامني مفتوح لانه نحن واصلين على ملف اجتماعي أكيد. والملف الاجتماعي قد يتطور ليصبح ملف هيدا الملف أمني. تحديدا رح نتطرق له بالتفاصيل بعد شوي، ولكن رح ادخل هلا بالسياسه. اليوم اذا فينا نقول كان المحور السياسي الكلمه اللي القاها او يعني المؤتمر الصحفي اللي عمله رئيس التيار الوطني الحر النايب جبران باسيل، واللي من بعده تلاه هاشتاج معركة وجود، لأنه ركز على هذه النقطة بالذات. تعتبر اليوم نحن أمام معركة وجود فعلية؟ طبعا أمام معركة وجود، ولكن يعني أسيئت قراءة مؤتمر الصحفي لجبران باسيل. اليوم عندما استعان بصديق النائب جبران باسيل زرك الصديق، هو كان غمزة للصديق انه تعا يا صديق نحن في بيناتنا تفاهم، وهيدا التفاهم يلي بيناتنا تفاهم كبير، وهيدا اخر خرطوشة قدام بقاء التفاهم. لم يكن كلام جبران باسيل اعادة شدشدة للعلاقة او اظهار للعلاقة الحسنة بين التيار الوطني الحر وحزب الله. ما شفتها بالعكس ثقة انه لا بالعكس يؤتمن على القيام بما يؤتمن انه لليوم نحن مأتمنينك، بس بكرة منبطل مأتمنينك اذا ما انحل، اذا ما وصفت علاقتك مع الرئيس بري وعلاقتك معنا كيف بدك تتعامنا بالنسبة الى وضعية الرئيس بري وتحالفه مع سعد الحريري. يعني وضع حزب الله قدام امتحان، يا بتوقفوا معنا يا روحوا وقفوا معهم. هذا هو الحكي تبع جبران باسيل اذا بدنا نفسره مزبوط. اليوم في علاقه واضحه بين سعد الحريري ونبيه بري وعلاقه جيده. اخر مره سعد الحريري وقت حكى جبران باسيل بمجلس نواب فل ما سمعه، اليوم سافر ما سمعه، يوم يحو صار بأبو ظبي بعتقد. بس في كون عم يتابع؟ لا لا يتابع، مش لا يتابع، أكيد تابع وأكيد عرف المضمون، ولكن يعني سعد الحريري متفلت من كلام التيار الوطني الحر، وكأنه أنه مش فرقانة معه شو ما يحكي جبران باسيل.
نحن بدنا نشكل الحكومة يعني عن سعد الحريري ولا نقبل غير ذلك. هو سعد الحريري فعليا مش فرقانة معه جبران باسيل ولا مش فرقانة معه البلد ككل؟ لا هلا مش فرقانة معه البلد ككل، أكيد فرقانة معه البلد ككل، ولكن كيف إذا اليوم عم تقول إنه اليوم وقت اللي لازم يسمع وقت اللي لازم يكون بغض موجود النظر مش عن اللي قاله بغض منه. النظر عن تفسير كلمة جبران باسيل، إذا قاله وطى السقف أو على سقف وعلى السقف كثير، قال له للسيد حسن نصر الله قال له تعا عندك مسؤولية تاريخية نحن عم نعطيك الثقة الكاملة أنك تروح تحلها، بس إذا ما حليتها شو؟ وين اتفاق مرم خيل؟ واحد. قال له لسعد الحريري مش ثلاث أتلات، النص للمسيحية النص للمسلمين، نحن رح نفتح مشكل بمعركة الصلاحيات 12 وليس 8 ب16. صار في تعلية سقف. الأوضح من هيك من كلام جبران باسيل أنه نحن مش رايحين نشكل حكومة، أنه هيدا الملف الحكومة وقف، وقد يطيح بكل التفاهمات يلي جارت بعد سنة 2005 أو من سنة 2006 من طلوع وطلوع من ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر وطلوع. نحن اليوم أمام قاب قوسين أو أدنى من سقوط الجمهورية. نحن اليوم بيجوا المسؤولين الغربيين، اجا المسؤول الاوروبي امبارح واليوم التقى بناس خارج اطار السلطه المجتمع المدني، من اطار المجتمع المدني. انا بدي اسال الاوروبيين والفرنسويه وكل يلي عم يجوا وعم يلتقوا بالمجتمع المدني، طيب اليوم عم يلتقوا بالمجتمع المدني على امل انه هيدا المجتمع المدني سيحقق فوز ما او نتيجه بها بالانتخابات وسيكون ممثل، ماذا لو هذا المجتمع المدني لم يحقق مقاعد في الانتخابات النيابية المقبلة؟ حكما سيحقق شيء ما، سيحقق مقاعد النواب الظاهرين، لن يقلبوا المعايدة عليها، رح يرجعوا يطلعوا. يعني اليوم عندك ثلاث أولاد رؤساء جمهورية، أبناء مش أولاد حتى ما يساء الفهم، ثلاث أبناء لرؤساء جمهورية مستقلين من البرلمان، هود ثلاثتهم انا برجح انه يرجعوا يطلعوا نواب. عم تحكي عن نشال معوض، نديم الجميل، وسامي الجميل. طبعا هؤلاء رح يرجعوا يطلعوا، النائب نعمة فريم، النائب المستقل نعمة فريم، حكما راجع نائب، هذا يعني ما عاد انا ضامنه بالانتخابات، راجع يطلع نائب. اوكي، النائب بولا يعقوبيان حكما كمان هذا كمان ما عاد ضمن لها كمان؟ تمام ضمن لها اكيد حكما، يعني عندي داتا انا. ايه؟ في كتير مقاعد مضمونة الفوز بالانتخابات المقبلة، بس هو ما بيشكلوا مجتمع مدني كامل، مجتمع المدني في معايير بس اللي عديتهم هو مجتمع مدني، ما هني هو بيقودون بشكل أو بآخر. لحظة لحظة، اللي عديتهم هو خارج السياسة، أنا عملك أنه ثلاثة طب نعمة فريم أنه مجتمع مدني مبلغ، أوكي وبولا أنه مجتمع مدني، ما هي الوحيدة الفازت من المجتمع المدني، شيلي لنعمة فريم وبولا ايه بيبقى لك انت ثلاثة راح يفوزوا، هن ولاد سياسيين بار اكسلانس يعني بامتياز جدا، يعني نجل الرئيس امين جميل، راس نجل الرئيس بشير جميل، ونجل الرئيس رونام عوض. ايه هودي كمان راح يجوا، ولكن اذا بكره ما حقق المجتمع المدني كتله من 15 او 16 نائب او 10 نواب، مع مين بيجوا بيحكوا؟ مين شو بيقولوا لهم؟ بيقولوا لهم هؤلاء ليسوا ذات صفة، ما عندهم صفة، أنتم عم تحكوا مع ناس ما بيمثلوا حدا على الأرض. اليوم في بس تحول، بس بدنا نقلبها ونرجع قبل ما يستقيلوا هالأشخاص، فتحنا معركة الانتخابات الرئاسية على مصراعيها الرئاسية طبعا. فتنا اليوم بغير جو، نحن فاتحين معركة الانتخابات النيابية ومعركة الانتخابات الرئاسية ومعركة الانتخابات رئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة بلشت تتسكر لأنه الأفق بسكر. بس في وقف عند هاي النقطة بالذات عم بقول إذا الأشخاص اللي عديتهم اللي هن نواب مستقيلين إذا رجعوا على الندوة البرلمانية، المجتمع الدولي عم تقول على أي أساس بيحكي معهم ليقدروا يعني يعملوا شيء بهيدا الإطار؟ طب قدروا عملوا شيء قبل وقتها كانوا بالندوه البرلمانيه، هن استقالوا، هن ليش استقالوا؟ المجتمع الغربي كان وقتها حاطط تقلو بلبنان، ليش استقالوا؟ لانه ما قدروا يعملوا شيء، هن قالوا نحن فلينا لانه ما قدرنا نعمل شيء، اذا ما اجوا ضمن كتله وازنه ما رح يقدروا يعملوا شيء. وازنه قد ايه؟
تنكون واضحين، وبده يكون في تحالفات يقدروا يشتغلوا، يجوا يقدروا يتمثلوا وبيقدروا يعملوا شيء بوزير او كل حد يساله حديث. اذا جابوا كتله من 30 مقعد اكيد رح يقدروا يعملوا شيء، بس اذا جابوا كتله من 10 نواب ما رح يعملوا شيء. طيب اليوم في كتله من اكثر من 20 نائب ويلامس 30 نائب، اذا بدنا اذا بدك تشيل منهم يلي استقالوا الى ما هنالك يلي هي كتله لبنان القوي، كمان يرفع صوت رئيس هذا التكتل بوجه من يقدم حقوق المسيحيين، بما ان هذا التكتل يمثل اكثريه المسيحيين. بالمقابل الكتله كمان اللي بتمثل جزء كبير من المسيحيين اللي هي كتله القوات اللبنانيه فهمت كلام او تكتل الجمهوريه القويه، فهموا كلام يعني نايب باسيل باطار لزم المسيحيين للسيد نصر الله، ولم يعني تجاوب القوات اليوم على مساله تثبيت الوجود او استعاده الحقوق ام التعدي على الصلاحيات ومنها صلاحيه رئيس الجمهوريه. الواضح جدا انه الجرح القتولي المبكي المذل المدمر يلي فتح ب 31 كانون الثاني سنه 1990 رجع انفتح عن جديد، وهالمره بالسياسه. صراع بين القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر اللي كان بيتمثل بالرئيس ميشيل عون والجيش اللبناني سنة 1990 انفتح بكل ألامه وبكل أوجاعه ورايح لأقصى حدود، وإن شاء الله يضل ضمن هذا الإطار. كيف يعني؟ بنا صحوة عند المسيحيين، بنا حوار مسيحي. ما حدا بدي أنصح الكل، ما حدا يعول إنه في فريق انتهت شعبيته وفي فريق ربح شعبية وفي فريق انهار وفي فريق قوي. بعد القوى مثل ما هي اليوم، نحن المشكل بين القوات والتيار أو بين القوات والجيش يلي صار سنة 90 ودينا ل 13 تشرين يوم لك. ودينا لانهيار مسيحي كامل وشامل، ودينا لخسارة المسيحيين للسلطة يلي حميتهم من سنة 1943 وقت عملنا المساء الوطني لحد سنة 1993 وقت خسرنا على الجبهة. ما خص مين خسر، شو كانت البدلة، ما خص شو كانت البدلة، بدلة القوات اللبنانية اللي كانت تمثل الجيش المسيحي بلبنان والضمير والوجدان المسيحي، أو بدلة الجيش اللبناني اللي كان يمثل الضمير الوطني بلبنان مش المسيحي. ما خص أي بدلة خسرت، خاصه انه الصيغه سقطت، صيغه 1943 سقطت، هيدي الصيغه اللي حملت المسيحيين على سنين. هلا في عالم ما رح ينبسطوا بحكي، معلش ما ينبسطوا، بس هيدي الصيغه سقطت، ولبنان يلي كان مستقل اصبح موالي لسوريا، لانه انتقلت السلطه ب 14 تشرين من طرف لطرف، تلف الموالاه لسوريا من طرف المعارضه لطرف الموالاه، وبطل في سبب للحرب لأنه كل الحرب صارت حتى ينتقل لبنان من مواجه لسوريا لموالي لسوريا. وقت صار هيك بطل في حرب، ورجعت تجددت المشاكل عندما صار في التفافة لتيار المستقبل ضد السوريين، رجعت الحرب بأشكال أخرى. نحن اليوم أمام مواجهة كبيرة مسيحية ما حدا في. بس دايما يعني المسيحيين رح يدفعوا الثمن، يعني ما تأخذ العبر من هالمرحلة اللي قدمت حقوق المسيحيين من خلال الطائف أولا. هن عم بدفعوا حالهم الثمن بسبب انقسامهم الحاد، كلهم بيكرهون وهن بيكرهوا بعضهم أكثر. الكل بدهم حقوق المسيحيين، والمسيحيين بدهم يتنافسوا مع بعضهم وبيكرهوا بعضهم أكثر، ما سيؤدي إلى مزيد ومزيد من التشرذم ومزيد من عدم القوة. أنا بدي رجعك لبعد اتفاق معراب بسنة 2016. شو صار بعد اتفاق معراب؟ جبنا قانون انتخاب يعيد للمسيحيين حقوقهم سنة 2017. لأنه هي أول نتيجة تم تخسيرنا القانون الأرثوذكسي، كما كفينا نكون عنا قانون أحسن مش واقعي بس نكون واقعيين. نحن بدنا نكون واقعيين بس ما كان مشي لو بالأساس هاي فكرة مين؟ لأنه الأرثوذكسي أنا طرحتها بمؤتمر
وتبنوها الشباب وانبسطوا فيها. انا رحت طرحت مين تخاذل عن بنتخب ارثوذكسي والسنه بنتظر بهذا تبنوها وانبسطت انه تبنوها ومشوا فيها وبس. هذا مش واقع، هذا حديث مش واقع. رحنا عملنا افضل قانون انتخاب للمسيحيين وجاب لنا 52 مقعد بالصوت المسيحي. اليوم كل نهار ايه عم بيصير عم يقتصموا اكثر، كل نهار عم يتواجهوا المسيحيين مع بعضهم. بترد الدكتورة ميشي ضياء على الوزير جبران باسيل، وبرد الأستاذ جورج عدوان، وبرد الأستاذ إيلي محفوظ على الوزير جبران باسيل. عالي كتير منيح، بس نحن شو النتيجة؟ بس ما في عتب أنه تم اقتراء كلامه بغير إطاره صحيح، حرين وكأنه صار حرين. ولكن كله التيار الوطني الحر. شو فرقاني معي؟ هيدا السير. بس عم نحكي وقت. أنا شو فرقاني معي؟ بس عم أقول لك شو النتيجة؟ عم أقول لك شو النتيجة؟ النتيجة الوحيدة مزيد من التشرذم، وكل يوم عم بيوجعوا المسيح زيادة، وكل يوم عم يقترعوا الآخرين على ثياب المسيح بلبنان، لأنه المسيح بلبنان مش بس مات، ماتوا على ثيابه اقترعوا، وهن عم بيزيدوا هالشيء، التشرذم المسيحي، هيدا ولك شو بيان تيار الوطن الحر مش مثل بيانة القوات، ما هن عملوا بيان وردوا عليهم التيار ببيان أقسى وأقوى. لك ما عم أقول لازم، لا بس مش لازم. لك ما هيدا السجل، بس صار في اتهام. هل مسموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية وعنده رئيس جمهورية أنه يستعين بالسيد نصر الله ويجعله حكا؟ أي مسيحي لبناني عنده كرامة وكأنه ما في كرامة عند التيار. هيدا مواجهة مع حزب الله، اليوم فتح مواجهة جبران باسيل مع حزب الله طويلة عريضة، راح قال لهم زعلوا القوات لأنه فتح مواجهة. انا عم بحكيك هلا زعلوا او ما زعلوا، شو بدي بالقوات؟ انا عم اقول لك انه جبران باسيل فتح مواجهه مع حزب الله، يا بتوقفوا معنا هالمره يا روحوا وقفوا ضدنا. قال له عم حلفك يا بتجي معنا، وهذا يا كل الاتفاق يلي نحن وياك راح. هذا اللي بيقرا بين السطور هيك لازم يفهم. هذه اليوم اول مواجهه واضحه بيحملها جبران باسيل ضد حزب الله، بيقول له وقف معنا يا وقف ضدنا. وقتها عم بحلفه قال له انا عم بستعين بصديق، انا انت مؤتمن والسيد نصر الله استعان بصديق. لكن انا بدي اقول لك بيلتف على الصديق. تلفزيون منار الليله معلق شيء على كلام جبران باسيل ليه؟ الام بي ان الليله كانه ما حكي جبران باسيل ليه؟ بتعرفي ليه؟ لانه شايفينا مش معهم. هيدا الحديث كان ضدهم، ما كان حديث معهم، كان حديث ضدهم. حديث جبران باسيل ما كان مع حزب الله، واضح very clear. كان عم بيقول لهم يا بتوقفوا معنا يا بنلغي اتفاق جو اسمه مرمخايل، كانه عم بيقول لهم هيك عم حلفكم بالاتفاق على الجوارع، بيقول لهم يا بتوقفوا معنا مع الحق، انتم ما ما انتم بتحفظوا الحق. انا ما شفتها هيك، أنا شفتها تمنى لشخص بيعرف انه بيحافظ على الحقوق. ايوه لا عم بيقول له انت بتحافظ على الحقوق، وينك ما عم تجي تدافع عن حقوقنا؟ هيك قال له، واضح كان حديثه لا ما قال هيك حتى. قال ما انا ما بوضع حقوق المسيحيين بعهدتك، لانه هيك عم اقول لك انا شو انا عم اقول لك شو انا فهمت شو بدي بالخصوم وبالحلفاء، وكل واحد يفسر عزا، وانا هيك فسرت واسطع دليل. تلفزيون منار لم يعلق ولم يفتح موضوع حديث جبران باسيل الليله بالنشره، اذا كان عم يحكي معه ليش ما حكيه؟ عم بسألك ليش؟ أنا ما تبعت لأنه كنت بالنشرة. أنا تبعت. لو كنت برات النشرة. أنا دورت المنار لشوف كيف بدهم يتناولوا الموضوع. لا ما جابوا سيرته لا من قريب ولا من بعيد، والأن بي أن ما جابت سيرة كأنه لم يكن حديث جبران باسيل. أف. بركي بإطار بالعكس إيجابي. لا. تروي في 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 سبيل. أنا عم بشرح لك أنا شو قراءتك قراءتي. والأيام القادمة رح تفرجيكي هيدا الشيء. أيام القادمة رح تتأزم الأمور، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. رح تتأزم الأمور؟ أكيد رح تتأزم. نحن أول شيء وشو نحن لا مجال. بس شو الحل؟ لا مجال. شخص إجا قال ما في حلول، نحن بنرفض المتالتة. شو يعني عدم التعاون هو إقرار بأنه الركض وراء المتالتة؟ وقتك كل يوم الرئيس نبيه بري بيقول لك المشكلة من بلد منا من عندياتنا ما بعرف شو مسميها وقتها بقول لكم امبارح قدام وفد الاتحاد شو قال له؟ قال له المشكله داخليه. تيار وطن الحر قبلان انه المشكله داخليه، مش مزبوط انه المشكله داخليه مع كل يلي عم بيصير. شوفي موقف وليد جملات، ليش موقف وليد جملات هيك؟
وليد جملاط اهم سياسي بلبنان مين؟ انا اذا بدك انا تساليني قال التسوية مش عيب. انا اذا بدك مين اهم سياسي بلبنان؟ جملات. هو وليد جملاط لان يقرأ حتى الرئيس عون قال عنه اصدق من تحدث معه بالفترة الاخيرة وحكي بصراحة. لا وليد جملاط اليوم قاري المرحلة وبقول لك تنازلوا عن كل شيء عملوا حكومة دقيقكم جاي العاصفة الاقليمية. اليوم في مفاوضات بفيينا، انا من ثلاثة أشهر حطيت بوست على فيسبوك وتويتر أنه الاتفاق الإقليمي صار على حساب لبنان ومع رئيس متشدد. ايه نحن مع رئيسي تحديدا، لكن إن شاء الله ما يروح ما يلتغى الاتفاق هلأ مع رئيسي. ليش؟ لأنه كل ما كان متشدد لا يقبل أن يفاوض الغرب. يعني كنت أنا على الجديد بس كمان بس سعي الغرب بأن يثبت هذا الاتفاق قبل انتخابات الرئيس الأمريكي. إيه انتخاب الرئيس الأمريكي كنا بعدنا يعني بعد شهرين قلت أنه إذا إجا متشدد إلى السلطة كل الاتفاقات في إيران ستسقط لأنه الحرس الثوري لا يقبل بالتفاوض مع الغرب. أنا دائما بخبر كيف طلعت حزب الله، نشأت حزب الله في لبنان. تعرف كيف نشأ حزب الله بلبنان؟ كان في هيئة الخلاص الوطني بعتقد كان اسمها بسنة 82 أثناء الاجتياح العدو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية سنة 82، عملوا هيئة إنقاذ بأسر بعبدة من بين كانوا موجودين نبيه مري ولي جملات وبشير جميل الله يرحمه الرئيس بشير جميل. قادة حركة أمل رفضوا يضلوا بحركة أمل لأنه الرئيس نبيه بري بوقتها كان الوزير نبيه بري قبل يتفاوض مع بشير جميل ويقعد معه. المتشددين في حزب الله رفضوا لأنه كان هناك علاقة بين الرئيس جميل والإسرائيليين، يعني هذا شيء معروف مش عم نخبر سر. وظهروا عملوا أمل الإسلامية المتشددة يلي أصبحت لاحقا حزب الله. هيدي هي فكر حزب الله، لا يقبل بالتفاوض مع قوى الاستعمار وقوى الاستكبار وإلى آخره. حتى اليوم اللي عم بيصير بإيران هو مرحلة، المتشددين في إيران لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال التفاوض مع الأمريكيين وغير الأمريكيين. والنتيجة زفرت والنتيجة. هذا الاتفاق اللي معولين عليه أنه يحل المشكلة. أنه صار الاتفاق وهن ما راحوا على فيينا إلا ما يتفقوا على التفاصيل، على تفاصيل الاتفاق. وما صارت 17 تشرين عنا إلا لأنه الأمريكان والروس اتفقوا إيران ما قبلت وصار في ضغط على إيران بلبنان وصارت المظاهرات عنا وقصة أكبر من هيك. فهلأ عم يحكوا لي أنه الحكومة هي مسألة داخلية، الحكومة متشعبة إقليميا وخليها تتحرحل شوي إقليميا لحتى نلاقي نحن هون حكومة تنهار على بكرة بتوعي في حكومة وبتوعي عم تتفاوضي مع صندوق النقد وببلش سعد الحريري بروح بقدم تشكيلة عم ناطر غير جهة يصير فيها يمكن كمان. بتغير سعد الحريري وبتغير التكليف وبتتقدم تشكيلة ساعتها بتحلحل الموضوع. ومين خبرك أنه ما اجى سعد الحريري الا لانه الوضع متازم ولانه ما لازم يصير في حكومه؟ الله يساعد سعد الحريري. ما حدا بيحسده لسعد الحريري على الموقع يلي هو فيه، هو اللي طرح حاله. الله يساعده لسعد الحريري. غير موضوع الله يساعد سعد الحريري لانه مهمته مستحيله لسعد الحريري. والله يساعد ميشيل عون يلي اجى بابشع وضع وأسوأ مرحله على رئاسة الجمهورية وعم يتحمل كرة النار اللي تحملها سنة 88 اللي كان يقول أنا تلقيت كرة النار ماشي قدام كرة النار. هلأ نحن اليوم أمام زوال لبنان البعيد. أنا دولة يعني أرض شعب وكيان ونقول كيان الكلام مال وسلطة، مال دولة بدها مالية وبدها سلطة مشان هيك بدها تدقيق جنائي يمشوا فيه لنعرف وين راحوا الأموال وتستعاد جنائي تفصيل. طيب ليش لو دقات لو عملت تدقيق جنائي بترد الأموال؟ بترد الأموال؟ الأموال صرفت، أغلبية الأموال دفعت على خدمة الدين وعلى تثبيت سعر النقد. على القليلة ما بترجع تبلش من الصفر مع من دون محاسبة من أخذ هذه الأموال عن غير وجه حق. شو أنا مع التدقيق الجنائي وأنا أكثر إنسان مع التدقيق الجنائي، ولكن التدقيق الجنائي لن يغير في المكتوب شيء. ما كتب قد كتب، والفقر وقع على اللبنانية. نحن الناتج القومي كان 56 مليار دولار، 56 مليار دولار تضاءل بال2020 إلى 18 مليار. نحن أمام
8 مليار ل 10 مليار ماكسيموم، بتعرف شو يعني؟ من افقر دول العالم. تقرير البنك الدولي بيصنف لبنان من بين 3 اكبر ازمات اقتصاديه بعد بالقرن التاسع عشر. بتعرف شو يعني بالقرن العشرين؟ بتعرف شو يعني؟ يعني نحن اسوأ من تشيلي واسوأ من 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 الصومال واسوأ من فنزويلا واسوأ طيب من البرازيل. اذا بدنا نحكي علم من من مش مستغرب هالنزله او هالسقطه بشكل بين ليلة وضحاها؟ في شي بلد أي سقطة؟ لا مش مستغربة. أنا كنت والله يعني دائما أقول وكانت واضحة بالنسبة لي، كانت الليرة بخير وموجودتنا يعني بخير والدنيا بألف خير. شو يعني؟ فجأة. مش فجأة أبدا. أنت وقت بلشت المصارف تتدين بالعشرين بالمية، شو يعني المصارف عم تتدين بالعشرين بالمية؟ نحن بسنة 2019 من أولها عملت المصارف برامج للاستدانة. شو يعني؟ بدها تعطيك وداعة، تقول لك جيبي لي وديعة كل الناس وقعت $500,000 ما قريتها يعني. ناس ما وقعت، في ناس وقعت، في ناس ما قريتها. لا، لأنه العالم ما بيعرفوا. صاروا يقولوا ليش؟ لأنه ميزان المصارف انضرب. صار يقول لك جيب لي $500,000 بحط لك وديعة باللبناني على 5 سنين ب20%. ايه انا صرت اقول يا هن فلسوا يا بعرفين الدولار رح بيصير ب10,000. هلا الواقع انه الوضع كان منهار. المصارف اجبرتها الدوله على يعني الاكتتاب بسندات الخزينه، ومصرف لبنان اجبر على حمايه الليره. بتعرفي ليه حموا الليره؟ ليه؟ على مدى سنين. نحن من سنه 1996 نحن بنحافظ على سعر الصرف. مزبوط. كلفتنا $45 مليار. انه شو مفكرة 45 مليار دولار؟ ليش 45 مليار دولار؟ العالم ايه كلمه بتتم هون مليار دولار 500 مليون. بنعمل جسر ب 50 مليون صرنا بهيدا الدين. المليار دولار بتعمل لك حامل الطائرات بمعداتها وبطياراتها وبمستشفياتها وبدباباتها. 5-6 مليار. هيدي المليار 45 مليار. بتعرفي ليه؟ حتى وقت كانوا يسرقوا المسؤولين بجننوا بيسرق له مثلا مليار ليرة، ايه بده يحولها، يحولها على 1005 على 1005 بيحولها $650,000. مش احلى ما يحولها 100,000 و50,000؟ هذا حكي كبير انا عم بحكيه. بس هودي هذا اللي صار. صار اجرام، صارت عملية اجرام بحق الشعب اللبناني. مين كان مسؤول عن هالفترة من السياسة؟ انا بعرف انت بتحكي حافظة اكثر من الحكومات المتعاقبة اللي كانت اخذة هيدا السياسة. ايه متفقين انا وياك 100%. كلهم من دون استثناء. مشان هيك بدنا تضييق جنائي. هي احلى نحفل بدهم يعملوا تضييق جنائي بس 58. عرفتي؟ صار بدهم يعملوا سنة 8 من الطائف لليوم. يعني صار اتفاق انه بتجي هاي الحكومة وما بتعمل تضييق جنائي. والطريقة يلي ظهرت فيها شركة التدقيق ألفاريز أند مارسل هي طريقة شحتت، شحطوها يعني ما عطوها شيء وطلعوها. وحاكم مصرف لبنان اشتغل بموجب القانون لحتى تخليه يعطي الداتا، بدك تحميه بالقانون وإلا بيصير عم بخالف القانون. اوكي هن ما سهلوا القانون، هذا عملوا قانون لرفع السريه المصرفيه مدة سنه. خلص بعد في شي 4 اشهر. بعد في 4 اشهر معناتها ما في تدقيق جنائي. نحن رايحين للا تدقيق الجنائي. ليه؟ لانه يعني في روس كبيره بتدحرج بالتدقيق الجنائي. طيب لتكن بس نحن ما لتكن لمره في هذا بس البلد انه عن جد نحن كلنا بتعرف الناس ذكرتها قصيره. بتعرفي ليه؟ لانه كذا مره جرى توقيف الرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية، كلفتنا 6.5 مليار، مدري 4.5 مليار. اوكي لانه الحكومة اخذ قرار حماية الليرة. مزبوط. خي ليه بعدهم اخذين قرار حماية الليرة؟ مرة تانية غلط الوزير علي حسن خليل، قال اعادة جدول الدين او اعادة كلفتنا جدول الدين. لا حكي عن الجدول وحكي عن الهيكلة. بدل ما يقول جدول الهيكلة كلفتنا 6.5 مليار، لأنه رخصوا سندات الخزينة. رجعنا ما دفعنا اليورو بونز. لا نسيت دفع اليورو بونز. عملنا سلسلة رتب ورواتب. ولا نعمل سلسلة رتب ورواتب ب $800 مليون بيطلعوا 2.3 مليار. لك أنتوا بتغلطوا هالقد؟ مين مسؤول عنه هيدا الشغل؟ أول شيء دفعوا البلد 1.8 مليار كل سنة زيادة، أو 1.6 مليار. رقم واحد. ثاني شيء قطاع السكن انضرب. ليش؟ كل هالمصاري وين راحت؟ عند العسكريين. العسكريين راحوا أخذوا قروض، غلوا معاشاتهم، أخذوا قروض
انهار القطاع، راح الاسكان، راح الاسكان، راحت المؤسسه العامه للاسكان. لا بس هو المؤسسه العامه للاسكان للاسف يعني وقفت القروض حتى قبل هذا. ليش وقفت القروض؟ ليه وقفت القروض؟ لانه يعني بطل في مصاري مولوعه، منين بتتمول مصرف لبنان؟ طب وكلنا بنعرف كمان كيف كانت تنعطى القروض بمرحله من المراحل ويستفيدوا منها بعض الاشخاص، وطلعت الملفات وحكى عنها كثير. طلع كم ملف ما لهم طعمه، ماشي الحال. ليش ما لهم طعمه؟ لهم طعمه طبعا، بس مش كل القروض كانت تنعطى، مش كلهم اكيد. كل العالم كانوا يروحوا، انت لو رحت ما كانوا عطيوك، ولا انت بتخافوا منك يعني. ليش بتخافوا منك؟ مثل الناس، بس مثلك مثل الناس، بس انه كانوا يعطوا قروض لكل العالم المستحقه وما كان بدها وسايط، وكانت المؤسسه العامه للاسكان لا تشتغل. عم نحكي عن القروض الاسكانيه، مش بس محصوره المؤسسه العامه، المؤسسه العامه كانت عم تشتغل وباقي الاسكان وهيك من خلال المصارف، المصرف بده يوفي اول شيء. بس انه في مؤسسات كانت عندنا ما فينا نحن نتحامل، ولكن مين اللي عمل كل هيدا الشيء؟ ما فيك تحملي اشخاص، ما فيك تحملي المصارف. اليوم بيهجموا المصارف، خلينا ما شوف شو صار، المصارف هي عملت سلسله الرطب والرواتب. انا بس هون كلمة حق تقال، الرئيس فؤاد السنيورة قال لهم إذا عملتوا سلسلة رطب ورواتب عندكم 3 إلى 4 سنين بيكون منهار الوضع. لك ما قدروا يشوفوا، ما كان عندهم رؤية، ما كان عندهم رؤية، بقوا القوات والتيار آخر شيء متشددين، ما بدهم سلسلة رطب ورواتب، صاروا يهروا واحد ورا الثاني. عمل الرئيس عون مؤتمر اقتصادي ببعبدة وقال لهم أنا بريء من دم هذا الصديق، قال لهم أنتم الهيئات الاقتصادية وأنتم كلكم المصارف وممثلين عن حتى بفترة عن كان صار في حملة على الوزير باسيل بأنه ضد الجيش عشوائي لأنه حكي عن السلسلة. شو طلعت النتيجة؟ طلعت النتيجة أقروا السلسلة بعد يومين، بس هروا لوحدهم القوات والتيار، القوات هروا وهروا التيار وعملوا ومضيوا على السلسلة. ولك السلسلة لوين جابتنا؟ واحدة من الأشياء، نحن كان في جنون، نحن كنا ندفع العجز 1,500,000,000,000 ونحن كل دخلنا 20-25 مليار بالدولة، بندفع خدمة عجز دافست بالدولة، ندفع 1,500,000,000 بالشهر، بيجي تضل بعيدة، هيدي بتضل بعيدة. بدك بيجي جارد كاشنر لهون صاروا لترامب بيعرض عليهم تعالوا صفوا بفوتوا بصفقة القرن، رح نعطيكم حواف 6 مليار دولار. ضحكوا عليه حبيبي، نحن بندفع 20 مليار بالسنة عجز 6 مليار تعطينا 6 مليار مال هالقد كبير ال 6 مليار هالقد كبير ال 6 مليار ونحن عندنا بيناتس عم نلعب ورق مونوبولي، عم نلعب مونوبولي، كنا نلعب بالمصاري مونوبولي، جايبين ودائع لبنانية، جايبين ودائع العرب، جايبين ودائع اللبنانية يلي بالداخل يلي بالخارج، ودائع أوروبية. صارت بزنس واحد بدبي صاحبه إماراتي أو صاحبه كندي أو صاحبه فرنسي، يقول له شو عم تعمل مصاري؟ يقول له عم حطونه بمصر. ولك روح افتح لك حساب بلبنان، حط لك 500,000 دولار بلبنان. صاروا يتدينوا من المصارف العربية ويحطوهم بلبنان ليأخذوا فوائد. all of a sudden كله طار. والأنكى من هيك بعد 17-20 جرى إخراج الأموال. مين أخرج الأموال؟ متنفذين بالسياسة. ليش مصرف طيب. بيسترجع يقول له لمتنفذ بالسياسه ممنوع ضلع لك مصرياتك؟ مشان هيك هون اذا لحقنا مين اخرج، وخاصه بالمرحله الاخيره يسال من اخرج اذا كانوا اموال فساد. غردت امبارح القاضيه غدعون انه كل اللي عم ينحكى بالاعلام كذب، قريبا رح ينفضح. قريبا رح يبين. بتعرفي شو يعني رح ينفضح؟ يعني انت قدام ثوره جديده بالبلد وقدام مشكل كبير بالبلد وماشي الحال. رح نحكي عن تداعيات هالموضوع غيره. الاضرب من هيك انه لا ما في قانون كابيتال كنترول، كان عم يشتغل عليه النائب ابراهيم كنعان. شو قال لهم؟ شو قال لهم؟ قال لهم انا بريء من دم هذا الصديق. كل مره نفس القصه، قال لهم انا عملت القانون، انتم بتقروه قروه، ما بتقروه ما بتقروه. لا لان ما في نيه ليعملوا كابيتال كنترول، لانه لليوم المخالف هو يلي ما بيحول لك مصاري، مش المخالف يلي بيحول مصاري. عن اخراج اموال بالملايين حتى من فتره قصيره، رح نحكي عن لهلا بعد اخراج الاموال، لهلا اخراج الاموال لليوم 100%. مشان هيك مين بيتحمل المسؤولية؟ بيتحمل المسؤولية من لم يعجل باقرار هذا القانون السياسي. من لم يعجل باقرار هذا القانون؟ مجلس النيابة، جهات سياسية. خلينا نروح لفاصل استاذ ربيع وبنرجع مشاهدينا، خليكم معنا. عودة مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من رح نبقى سوا، ودايما مع ضيفي ناشر موقع لبنان فايلز ومدير عام شركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر. مساء الخير استاذ ربيع من جديد، واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. رح نتابع من حيث توقفنا قبل الاعلان،
تداعيات نتائج إذا فيما كانت واضحة وافية حول مسألة الأموال اللي أخرجت من لبنان بحسب التغريدة الأخيرة للقاضي عون، أنه قريبا رح نشوف قصص يعني عكس ما يشاع بالإعلام صراحة، لأنه بآخر فترة أنه ما في شيء والداتا ناقصة، وعصبت القاضي غادة عون الموضوع وما في شيء حسب التقنيين اللي عم بيتابعوا، كانت تغريدتها منافية لكل هذا الموضوع. رح نشوف شيء قريبا يكشف يعني أول خيط بمسار هذا الموضوع. ما بعرف شيء عن الموضوع حتى ما قال لك ادعي انه بعرف، بس ولكن هالشيء رح يعمل ثوره، ولكن اذا طلع شيء يعني بحسب تغريد انا كل شيء اتكلت قريت تغريد 100% بس ثوره القاضي غدعون ما بعرف او مش شايفه ومش بسلم عليه، مش كتير صحبه مع جسم القضاء انا يعني. ايه ولكن تعال حتى اخبرك، نحن امام معضلتين. المعضله الاولى هي عدم تطبيق القانون، والمعضلة الثانية هي قبول تطبيق القانون. نحن اليوم بعض الناس بيقولوا سياسيين وزراء، هيدا امبارح الوزير محمد فهمي بيقول 95% من القضاء في فساد فاسد. انا بقول غير شيء، انا بقول وقت القضاء بيتحرك في ناس ما بيقبلوا القضاء مسيس. مشكلتك انه القضاء مسيس، نحن يا بدنا نقبل القضاء يا ما بدنا نقبله، يا بدنا نطرق احكام على القضاء ونحن ما بنعرف. يعني اسخف شغله بس يصير في تحقيق بلبنان ايه تطلق الاراء، مثلا بس طلعت المحكمه الدوليه، محكمه دوليه هيدي حكمه مضلل. خي عندك محكمه مقابله لحتى تقول حكمه مضلل؟ يلي عنده محكمه مقابله يقول اذا حكمه مضلل او مش مضلل. عم بعطيك مثلا، انا لا مع ولا ضد ولا فرقانه معي، كله الموضوع مع كشف الحقائق بكل الجرائم وقفت هلا المحكمه الدوليه. انا برايي بتضل مكمله لانه حتى تسيس المحاكم الدوليه. كيف تسيس؟ تسيس انه لا يوصلوا على النتيجه يلي بدهم يوصلوا عليها بكملوا بالمحكمه، حدا بيدبروا له سبونسر يدفع له. بس مش هيدا الموضوع. فاندريزنج اذا بدك. مش هون الموضوع، الموضوع انه باي قضيه اذا القضيه مش على ذوقهم بيطلعهم ببلشوا يهاجموا النتيجه يلي ممكن تطلع باتجاه ما. بتهاجم القاضي، بتهاجم المحقق، بتهاجم طريقه التحقيق، احكام مسبقه. شوفي قضيه انفجار المرفأ، هل يعقل انه بانفجار المرفق ايه بيهاجموا القضاء وبيهاجموا اللي عم بحقق وبيرسموا له شمال القاضي كيف بده يمشي؟ خي اتركوه، ما في سريه التحقيق. ايه بعدين لكل متهم في قرينه البراءه، ما لك حق انت خي تيجي تقول هيدا مجرم مرتكب قبل ما يبت القضاء بالقضيه. بعدين اذا حتى في مج في 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 توقيفات بالتلبس، واحد متلبس بالجريمه ممنوع انت تطلعي له اسمه الا بالاحرف الاولى الا لتثبت عليه جريمه. المتهم بريء حتى ثبوت الجريمه، مزبوط صحيح. هذا نحن عندنا يسيس القضاء، صارت قاضية غدا عون عاطلة او مش عاطلة بحسب السياسة بصنفوها وغير قضاة، علما انه انا ما بدي اقول انه 95% من القضاة متهمين او غير متهمين بالفساد، انا بدي اقول انه يمكن في 50% من القضاة اوادم، وبنعول نحن على 50% من القضاة الأوادم، يمكن 80%. مين عمل دراسة وعمل أودت لا يعرف قديش من القضاة متهمين وقديش مش متهمين؟ ما فيك تتهم القضاء هيك، القضاء هو الجهة الأخيرة يلي فيها خلاص للبنان، هو الجهة الأخيرة يلي تنصف أو لا تنصف بأي تحقيق، مش بالأودت يلي عم يحكوا عنه الفورنزيك أودت. آخر شيء القضاء اللبناني بده يحط إيده على الملف، هيدي قضية بلبنان. نحن لسنا أمام قانون دولي خاص هون تدخل فيه دول أخرى وتحاسب، نحن أمام قانون لبناني، قانون وطني. نحن رح نستعمل القوانين المحلية حتى نحاسب، بموجب القوانين المحلية ندين أو لا ندين، بموجب القضاة اللبنانيين ندين
ونعاقب أو لا ندين أو نبرئ، وإذا القاضي اللبناني ما تحمل مسؤوليته ما رح نوصل لمطرح. وأنا عم قلك عندما يرفع السياسيين سطوتهم عن القضاء وتدخلاتهم مع القضاء، نحن القضاء اللبناني هو بيكون أفضل قضاء وأنزه قضاء، وعندنا أحسن مجلس قضاء أعلى، وعندنا أحسن قضاة، وعندنا أحسن معاهد للعلوم القضائية ومدارس حقوق، وعندنا قانون فينا نحسنه، فينا نشتغل على تحديث القوانين، وهون بيكون الخلاص، مش باتهام القضاة وتسييس التحقيق والضغط على القضاة لعدم القيام بمهامهم. مش هيك بتصير الأمور. بتصير الأمور عندما تكون في الطريق السليم ووفق القوانين المرعية الإجراء. آخر شيء بيقولوا لي بالانتخابات، بيقولوا لي على أي قانون؟ شو على أي قانون؟ ليش ما عندنا قانون؟ نحن منعمل كل شيء بموجب القانون اللبناني الموجود، ما لم يتم تعديله بمجلس النواب يبقى القانون قانون. بركي لأنه عم يرتكزوا على دعوة الرئيس بري لا لا غير موضوع، لا لا أنا عم بحكيك مثل عن تطبيق القوانين. يعني دائما عندنا شعور أنه أي قانون إذا بده يتحكم واحد وفق أي قانون دغري من له صيغة، إذا بدنا نعمل شكوى قضائية دائما في الخلفية السياسية عند اللبناني، لا يا حبيبي في قضاء وفي قوانين مرعية إجراء. مشان هيك بعد التعويل على القضاء معك حق فيها، لأنه بعض القوانين تتحول للقضاء ومننساها، مشان هيك لازم يقوم بدوره بإسراء. منا الإبراهيم مستحيل يسأله الديان الوطني الحر وينه، تحول قانون خلي القضاء يحس. لا مننساها لأنه في ضغوط سياسية تمارس، لأنه كله هون كله بنحل بالسياسة للأسف. للأسف بس أنا لفتني قلت رح يصير في ثورة جديدة اجتماعية. ليش نحن هلأ مش بخضم؟ لا رح يصير في ثورة جديدة اجتماعية تستدعي ثورة أبداً. حقيقية أبداً ما حصل. حصل ثورة اجتماعية مظبوط، ولكن تم تحريكه من قبل جهات. أنا عم تحكي عن 17 تشرين. أوكي. ما حصل ب 17 تشرين، وأكبر ما أساء أكثر ما أساء ب 17 تشرين. ليه 17 تشرين؟ عندما قيل انه ب 17 تشرين شارك مليونين شخص، هيدي اكبر اساءه كانت ل 17 تشرين. انا بيطلع استاذ سالم الزهران على شاشه الاو تي في بيقول سالت ربيع الهبر وقال لي 250 الف واحد شاركوا، وانا قلت الشغله وقامت لقيامي، لا كان في مليونين. خلينا شو اعتمدتوا؟ اعتمدنا على رويترز. طلعت رويترز لم طلع شيء ولا حكيه شيء، قلنا له خلينا شارك بالمظاهره بالانتخابات مليون و800 الف، ما هن الساحات كلها الموجوده ما كانوا بيساوي اكثر. يعني شو 250 الف قليل؟ مين عم بيقلل من قيمه 250 الف؟ بيمثلوا كل الشعب اللبناني. وكانت بوقتها الطرقات مقطعة. تعرف ليه؟ لأنه أكثر ما أساء إلى ثورة أنه هلأ في مليونين شخص يعني قاعدين ببيتهم وما عم يتحركوا، تحركوا بوقتها، هلأ بطل بيتحركوا. بوقتها جرى ضغط وساهمت وسائل الإعلام بشكل كامل لإنزال العالم إلى الشارع، ولكن اليوم ما في دعوة إلى التظاهر. تظاهرة يعني دعوة، الدعوة العلنية بتجي بعد إشوفمان. أنا براقب وسائل التواصل الاجتماعي بهالفترة هيدي، قبلها كان في حركة غريبة على وسائل التواصل الاجتماعي. تحريك وسائل التواصل الاجتماعي هي تقنية عادة جيودة، مش جيوش يعني إلكترونية. لأنه سمي بمجموعات في طرق لتحريك وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم في محركات تعمل جملاج مش ضروري تكون من الخارج، تعمل جملاج بين وسائل التواصل والوسائل التقليدية بتحرك العالم، لأنه وسائل الإعلام التقليدية بتعمل دعوة علنية للتحرك بتتحرك الناس. تحركت الناس بوقتها وبناء عليه صارت التظاهرات. اليوم الأحزاب بطلت من مصلحتها تحرك الثورة. ليه؟ لأنه الثورة بتكلها شعبيتها. من جن هيك الأحزاب بطلت مهتمة أنه تعمل تظاهرات. هلأ شوفي بصير في تظاهرات ما حدا بغطيها، يكون في حرق دولي وإقفال طرقات، بيقطع خبر بنشرة أخبار هذا، وقد قام متظاهرون بإغلاق طريق أصعب. شو فرقت عن قبل بالنسبة لأنه للإعلام اللي كان خايفين مريش لأنه كانت الأحزاب عم بتواجه السلطة فيها. كيف؟ بتقارع مشان عام. لا الأحزاب يلي ضد السلطة القائمة. حتى نوضحها لأنه
هلا اليوم هاي الاحزاب اذا بينزلوا بقوه السلطه قبل بتقوي الثوره قبل سنه من الانتخابات ما بتكلها هيدي الثوره، بتصير شعبيه تروح على الثوره ما بيوافقون، من شان هيك ما راح يعملوا مظاهرات ولا راح يحركوا الناس. ولكن شو اللي بنخاف منه يلي عم تساليني عنه؟ اليوم عندك نبعه وعندك رابي، عندك حي السلم وعندك حر تحريك، وعندك ما رح فوت بمناطق حساسه يعني كثير حتى ما تنفهم غير شيء، بس مفهوم شو قصدك يعني، مفهوم شو قصدك، في مناطق فقيره وفي من نفس الطائفه، مش من نفس الطائفه، ومن غير طوائف. اوكي، من غير طوائف. لا لا، انت عم تعمل هيدا لانه من كل طائفه في منطقتين، منطقه من كل طائفه في، من كل طائفه غنيه ومنطقه معرفة. فقيره. اوكي، من كل طائفه في ومن طوائف مختلفه. اول نهار اجت مجموعه موتوسيكلات جعانين يا عم الشباب، مش قبلانين تكون تنكة البنزين 200,000 ليرة، حتى الموتو ما بقى قادر يعبي له، واقتحموا منطقة وسرقوا اللي سرقوه أو سطوا على الستيو. وشفنا هيدا الشيء من شهرين بمنطقة تلة الخياط، تاني نهار اجوا على نفس المنطقة صار اشتباك، تالت نهار صار اشتباك على مستوى مناطق مش على مستوى ناس جعانة وناس تعبانة. عندما يكون هناك خلل اجتماعي، في جوعان وفي شبعان، لابد انه يصير في خلل على الارض. وفي حال صار خلل على الارض لن يوقف هذا الخلل لا قوى أمنية ولا غير قوى الأمنية، سيكون هذا الخلل أكبر من السلطة ومن قدرة الجيش وقوى الأمن الداخلي. نحن على شو جايين؟ نحن جايين على تنكة بنزين مش ب 65,000، بشرنا 200,000 الوزير، جايين على تنكة بنزين 200,000. بطلع على جديد مع زميلتكم جوزيفين ديب من شهر ونص بقول تنكة البنزين رح بتصير ب 200,000. هي راجل دتروا يعني ما بدها فيلسوف يطلع قد ايه على الدولار وقد ايه في ضريبة وقد ايه. احد المعلقين السياسيين الاقتصاديين بيطلع قال تنكة البنزين بسوريا ب 4 دولار، كيف وين قري هاي؟ وين 4 دولار؟ وين 4 دولار؟ وين 4 دولار؟ الفن له، قال له شو عم تحكي؟ لازم التحريم يصير بالعكس. وقال له يصير بالعكس طبعا. ف بطلع بقول هيك، بيطلع بيعلق احد النقباء، بيقول احد محللين سياسيين طلع على التلفزيون قال تنكة البنزين 200,000، عم بلومني قال مشان هيك صارت ازمه البنزين، هي انه انا حكيت خرب البلد. طيب يعني بتابعوا بكره اذا صارت تنكة البنزين 200,000، يعني تنكة المازوت 150,000. هلا افترض يعني انه المازوت يعني ما يعني حيدوه، ما في، مش رح يحيدوه، يعني الجنراتور رح يعطيك 3 لـ4 ساعات بالنهار، يعني يعني جنراتور السنترال وقف، يعني السنترال وقف، يعني الانترنت يعني وقف. وانا معك المره الماضيه من 6 شهور أو 4 شهور قلت رح نوصل لشاتداون، بشباط قلت لك رح نوصل لتوتال كلوجر، صح، لتوتال شاتداون. اذا وصلنا على توتال شاتداون شو يعني؟ يعني وصلنا لسيستم ارجنتين او سيستم فنزويلا، يعني العالم على الطرقات، يعني في خلل اجتماعي واسع، خلل اجتماعي واسع، يعني السلع زادت سعرها، حتى المنتجة بقلب لبنان لأنه صار في عليها كلفة نقل، صار في عليها كلفة إنتاج كهرباء إضافية. نحن اليوم بالله سطر وصار في كهرباء سلفة $200 مليون لا يلي مضيها مجلس النواب أنقذت البلد. أهم شيء، أهم قطاع يضل شغال، وهون أهم شيء الناس يقتصدوا بالكهرباء، ما يصرفوا كهرباء، ما يتركوا لمبات، لأنه هذا كله استهلاك، استهلاك من استمراريتهم بالكهرباء. يخففوا القضية، يخففوا استعمال الأي سي اللي مننا مش قاعدين فيه، لحتى نوفر مازوت ونوفر كل شيء ونخفف مشاوير بالسيارات لحتى هشوات البنزين الموجودين يكفونا لفترة أكبر. ولازم يكون في حكومة حكما دالك بانتظار كل هالحلول، يصير في صحوه. اذا اليوم يا عمي عطونا $200 مليون من الاحتياطي، عم ندفع من الاحتياطي لحتى عملنا شويه كهرباء، طيب بعد شهرين شو بنعمل؟ بعد 4 اشهر شو؟ بعد سنه شو؟ المطلوب اليوم حكومه سريعه جدا تنظر في الواقع وتعيد التفاوض مع صندوق النقد وتجري الاصلاحات. انا ما بطلب شيء
ولا بقول شيء، بقول في خطة لازار اللي طلعت عندكم هون مع الاستاذ جورج ياسمين على الاو تي في، شرحتها نفس النهار، طلعت بالليل طلعت ثاني نهار شرحتها باسهاب، يلي هي خطة شد الأحزمة، شد أحزمة يلي ما بقى فيه هالبزخ يلي عنا، يلي على الأقل تعيد تسعير سعر الدولار مرحليا. نحن حكما رايحين سعر موحد على القليل، رايحين على رفع للدولار اللولار الدولار المصرفي، بدنا نرفعه. تذكر قلت لي راح يكون له سقف، ايه الدولار ما رح يكون له سقف، سعر سعر اللولار، اللولار رح يرتفع حكما لانه بده يكون نص سعر السوق. أوكي. هيك بكل التجارب الدوليه اللي صارت. ونحن سعر الدولار، كنت انا اقول انه الدولار مثل اللي طالع على الدرج، على كل صفره بيرتاح، ما بيقدر يضل طالع فرد صاحبه، وبصيروا يمرقوا لنا اياهم 3-4000، وثاني مره بمرقوا لك اياهم 5000، وثالث مره 7000، ورابع مره افزع 10000. أه. حتى نوصل على سقوف عاليه. مش عم خفف، مش عم خوف اللبناني، بس عم اقول انا من دون حكومه لن نصل الى حلول، لانه الحكومه اقل شيء تبلش بتفاوض مع صندوق النقد، وثاني شيء تعمل اصلاحات. نحن ما في حكومه، نحن رئيس الوزراء اليوم مش عم يمضي ورقه، رئيس الوزراء ما بيمضي ورقه. اليوم في طالبين نقل شو كتاب عدل، شو اي تصريف اعمال؟ هيدي تسيير اعمال مش تصريف اعمال، بدك تيسري امور اللبنانيه، قاعده عندهم الاوراق بمصرف بالسرايا ما بيمضيهم. طيب ليش يا خيي ما بتمضيهم؟ ما في عالم، ما احترق دينا صار لنا سنتين ناطره وثلاث سنين، ما حرام يسروا امور اللبنانيه، ما بيصير. لازم يعقدوا جلسه لمجلس وزراء بقى، سونر اور ليتر مضطرين. بس نهايه بكره بتشرين، هاي ما بقى فيها جهد يعني، قال حسن بس دياب ما في جلسه لقاءات الناخبه. أه. بدهم يضطروا يعملوا جلسه استثنائيه لمجلس الوزراء. أه. لحتى يمشوا الانتخابات، والا شو؟ والا كيف يعني تمشي؟ بنضرب ولا الكيان، بنضرب الكيان، نعلن سقوط لبنان اذا ما عملنا جلسه لمجلس وزراء. في حتميه لعقد جلسه لمجلس وزراء، هن ما بدهم يتحملوا مسؤوليه شيء، يعني مثل حسان البعض بيقول سنقفهم قال لهم فكوا عنه، بس البعض بيقول حقهم لانه لم يدعم. الذي اسقط الحكومه هو الذي يتحمل المسؤولية، مش حسان دياب استقال، أسقطوا الحكومة. رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يبرر له هذا التصرف برأي البعض لأنه توق ولم يدعم. شو يبرر؟ نين يبرر؟ كيف يبرر؟ في مسؤولية وطنية، في أمور علقة عند الناس، يعني حرام يلي عم بيصير. أوكي بنتفهم وبنتفهم شو صار، بنتفهم كيف عملت هذه الحكومة من قبل الجميع، من قبل وسائل الإعلام التي تدير أحزاب، أو من قبل وسائل الأعلام يلي كانت سائرة عن جد، أو من قبل السياسيين يلي كانوا ضدها. ولكن هيدي الحكومة أوكي تعاملت بشكل سيء، ولكن أمامها مسؤوليات وطنية، ما فيها تتخلى عن مسؤولية تجاه العالم، بدها تكون مسؤولة قدام الناس، قدام الشعب. في ناس جوعانة. برأيك أثبتت عجز، عجز كبير؟ شو بدنا نحكي وزاره بوزاره، يعني كل ما يصدر عن كل وزاره ولا حدا عم يعطي حل، ما انعطوا فرصه، ما عم ينعطى حل، ما انعطوا فرصه. شو اشتغلوا فرصه شو؟ بس ما هن بايدهم الامور، ما يعني ما انعطوا فرصه. اول شيء للنهار اللي استقالوا، هلا من وقت اللي استقالوا لهلا كان لازم يشتغلوا اكثر. ايه؟ بكل ملف هن مستقلين. حدا بيقول ما عندي عديد للمراقبه، حدا بيقول انا يا عمي في ثوره بالقطاع العام، حدا بيقول لك استعمل غير ثورة. وسيله اذا ما عندك اليوم بنزين. عندنا معركتين اساسيتين مثل ما قلت لك اول الحلقه، نحن عندنا معركه رئاسه الجمهوريه يلي فتحت على مصراعيها، وعندك معركه النيابه يلي فتحت على مصراعيها. رح يصير كل شيء بموعده؟ لازم. يعني 22 رح تكون السنه الحاسمه؟ لكن انا بخاف انه اذا ما صار في انتخاب رئيس جمهوريه وما صار في انتخاب مجلس نواب يكون انتهى لبنان الى غير رجعه، نصبح دوله فاشله بكل المعايير، لا نعود دوله، يعني نصير دولة شكلية تصدر جوازات سفر وتسجل قيود بسجلات نفوس وبس. نصير هيك بتختصر الدولة. اسمع شو قلت لك، نصدر جوازات سفر ونسجل ولادات ووفيات بدوائر نفوس وفقط لا غير. بخاف اذا ما صار في انتقال دستوري سليم. الانتخابات بتحل كتير مشاكل، ينتهي العهد، ينتهي تكليف سعد الحريري، وتأتي بطبقة سياسية جديدة. اللهم طبقة سياسية جديدة. أنا ما بشوف رح يصير هيك. إيه؟ وبعدها بسنة في عندك استحقاق حاكم بنك مركزي جديد.
كمان يعني عندك تغيير أساسي دستوري كامل، استحقاق مالي دستوري كامل، نيابي، وأنا برجع بقلك انفتحت معركة رئيس جمهورية، وهيدا الأهم اليوم، هيدا سيغير كثيرا في المعادلة. وما حصل من 2016 و2018 و2022 هو معادلة جديدة. أنت أرسيتي فكرة جديدة أنه أنا بعد في أعمل رئيس مواجهة، رئيس يقول أنا الرئيس القوي. أنا برأيي سقطت هيدي المقولة. نحن شو قالوا لهم للمسيحيين؟ قالوا لهم أعلى ما بخيلكم ركبوه. مين يلي قالوا هيك صراحة؟ حزب الله. حزب الله قال هيك؟ والحزب التقدم الاشتراكي وتيار المستقبل، قالوا لهم روحوا جيبوا أقوى زلمة عندكم، مش هيك؟ مين أقوى زلمة؟ شو بالعضلات؟ لا أنا عم بقول مين يلي قال عملوا البتكوني؟ أليس من رفض انتخاب الرئيس القوي؟ كمان كلهم كن واضحين. ليش مين قال؟ اللي انتخبوا اشتغل ضده كمان؟ يلي قال لهم أعلى ما بخيلكم اركبوه، روحوا جيبوا أكبر رئيس، أكبر تكتل نيابي وحطوه رئيس جمهورية. مين أكتر واحد عنده وزراء، ومين أكتر واحد عنده نواب، ومين أكتر واحد عنده شعبية لدى المسيحيين؟ مش ميشيل عون؟ جابوا ميشيل عون رئيس جمهورية، جابوه خلوه يعمل شيء لميشيل عون، بغض النظر إذا بكرهه أو بحبه لميشيل عون. مش هيدا السؤال، السؤال أنه أقوى كتلة مسيحية نيابية ووزارية فشلت في إدارة البلاد، لا بل تصادمت مع الجميع في عند إدارة البلاد. فاليوم أنت في هون بتتلاقى مع اللي قاله اليوم جميل السيد بأنه خطاب باسيل اليوم صحيح لجهة أنه دستور الطائف قد خضع بعد 2005 لاجتهادات زعامات إسلامية أرادت تحويل رئيس الجمهورية إلى موظف صغير عندهم على غرار ميشيل سليمان. ما بوافقوا كتير للواء جميل السيد، ولكن يلي صار انه افقدوا قدرته للرئيس ميشيل عون على التحرك، وافقدوا مرونته، وافقدوا مقام رئيس الجمهورية موقعه. طوقوا لميشيل عون بدءا من 2019، من بداية 2019 طوقوا بشكل كامل لميشيل عون، وأسقطوا صورة رئيسة الجمهورية القوية، إلا إذا ميشيل عون بآخر سنة ما قدر ميشيل عون يجيب حكومة لإله. بالنتيجة بكل عهده ميشيل عون ما جاب الحكومة اللي بتعبر عنه. اليوم ميشيل عون أصبح مطوق، وأي رئيس قوي مثل ميشيل عون يمكن يتطوق. عن شو عم نحكي؟ عم نحكي عن الوزير سليمان فرنجية يعمل رئيس كتير منيح. سليمان فرنجية يمثل بيت عريق، حبيته أو كرهته، صحبة أنا وياه أو مش صحبة أنا وياه، بيمثل بيت فرنجي يلي كان الرئيس سليمان فرنجي الجد من أقوى رؤساء الجمهورية. بس بظرف غير الظرف اليوم وصل إذا وصل سليمان فرنجي شو رح بيصير؟ شو الموضوع يلي رح بيصير إذا وصل سليمان فرنجي؟ قد يتوق وقد لا يتوق، وقد يكون هالشي بيوقف على خلافة. شو اذا كان مطواع ام وقف بوجه منظومه فساد؟ اذا كان يعني يطلق كان اذا رفع كان صوته أقوى، بوجه كل ما فساد. كان اقوى كل ما كانت اصعب عليه سيواجه. يعني مكتوب علينا سيواجه. يكون عندنا رئيس دومي. ميشيل عون خطا ميشيل عون انه اجى على خلفيه انه كلكم حراميه وبدي حسبكم، وكان هو ما يقول لهم انتم كلكم يسميهم، بس كل واحد بيعرف حاله. هيدا خطا ميشيل عون، خطا ميشيل عون لانه بده يحارب الفساد. خطا ميشيل عون انه بس 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 الظرف ما خلى للصلح مطرح، هجم على الكل على خلفيه على خلفيه ملف بس وصل الفساد. بس وصل رئيس الجمهوريه على اساس في مشكل واتفاقات وتفاهمات، وصل رئيس الجمهوريه على اساس انه سوا نحارب الفساد. اللي ما بده يحارب الفساد او ما حبيتيه لميشيل عون، حبيتيه او كرهتيه، انا اكيد بحبه. استفلي انت حره. ايه بس انا هون مش عم اقول بحبه او بكرهه، بس ميشيل عون وصل على السلطه بلحظه لا مبالاه دوليه بلبنان، ترك لبنان ووصل ميشيل عون، لانه الغرب ما كان يعني وصل ميشيل عون، وميشيل عون متحالف مع حزب الله وتركه حليف لحزب الله يوصل، لانه هن غير مبالين.
بس صار الاتفاق الروسي الامريكاني رجعوا مبالين وصاروا بدهم ينفسوه ويحربوه لميشيل عون. انا عم عدد لك مين الرؤساء المحتملين. سليمان فرنجي اللي هو اكثر واحد محتمل لانه يمثل ما يمثل من حلف مع السوريين ومع حزب الله ومع هيدا المحور مطروح بقوه، وعمل لك باي لحظه في يصير فيه مثل ما صار بميشيل عون، وما رح يعمل انجاز كبير اذا وصل، يعني رح يكون حدا مثل ميشيل عون بشكل او باخر لناحيه انه اذا ولو انت زعيم كبير وزعيم مسيحي عريق سليمان فرنجية لن يكون هذا الشيء عامل ايجابي كثير للبنان او عامل سلبي كثير للبنان، لانه قد يواجه مثل ما واجه ميشيل عون. يعني قوه سليمان فرنجية لن تؤدي الى نجاح سليمان فرنجية بالسلطه. بس هلا انت عم بتقارن قوه ميشيل عون بقوه سليمان فرنجية من اي ناحيه؟ كبير لا من اي ناحيه؟ سليمان فرنجية زعيم كبير، زعيم يمثل ما يمثل، يمثل لا يمثل تحالفات اقليمية. سليمان فرنجية يمثل محور اقليمي، يمثل علاقة مع حزب الله ويمثل علاقة مع السوريين ومع بيقول الرئيس بشار الاسد خيب بيحكي عنه بهذا المنطق. غير مرشحين في قائد الجيش العماد جوزيف عون، هو قبل او ما قبل انه يقال عنه انه هو مرشح، هو مرشح دو فاكتو. نحن صرنا زمن عرف يعني. بعهد مش عرف بس نحن بالفريكوانسي بالتاريخ نحن اجى الرئيس ايميل لحود لتسع سنين رئيس جمهوريه، اذا اجى العماد ميشيل سليمان لست سنين رئيس جمهورية، اجا الرئيس للعماد اجا الرئيس العماد ميشيل عون اللي هو قائد جيش سابق رئيس للجمهورية. هلا كل هالضوء على جوزيف عون، يعني انه جوزيف عون قد يكون رئيس محتمل للبنان ويطرح، خاصة انه الجيش عنده ادوار مش دور، ادوار كبيرة، وبالمناقبية اللي عنده اياها جوزيف عون تعمل منه رئيس محتمل. ايه عم اقول لك انا عم بستعرض لك بدنا نختم. بيبقى في التقليديين والمستقلين والمتوسطين. مين مطروح اليوم؟ ميشيل معوض يحكى فيه. انا بقول ميشيل معوض ابن رئيس جمهوريه ويملك ما يملك من صوره. في ناس كمان حتى تقليديين، وكمان مثلا مثل الاستاذ نعمه فريم اللي هو يطرح كمان، يطرح بقوة وين ما كان. حبوا هالفترة لنعمة فريم، تحية له. تحية له لنعمة فريم، ليش بدي أكرهه؟ بس أنا عم قلي كمان، أنا عم بطرح الأسماء يلي متداولة، حبوا أو مش حبوا غير موضوع. يطرح مثلا نعمة فريم، يطرح بقوة، عنده علاقة مع كل العالم. مين اللي عم بيطرح؟ والأسماء مين عم بيطرحوا؟ وين ما بتروحي العالم في تداول، في تداول دولي بأسماء، في تداول إقليمي بأسماء. تفتح الملفات اليوم، انت بعد سنه عندك انتخابات. نعمة فريم في احد المطروحين بلبنان المعروف، احد المطروحين بقوه، والناس اليوم عم بتفتش على المجتمع المدني. يعني وقت يجوا من برا ويستقبلوا شخصيات مستقيله من البرلمان، لا عم بيستقبلون على صد عيونهم، على ما يمثله من بعد محلي واقليمي وبعد شعبي. نحن اليوم فتحت معركه الرئاسه، هي اللي بدي اقول لك حبيت هالاشخاص او ما حبيتهم اللي حكيت عنهم، ونحن رايحين الى جوله جديده من المواجهه بين اصلاح لبنان وبين خراب لبنان. ان شاء الله لبنان على طول باصلاح وبإزدهار. ان شاء الله باول خيار نكون، لانه هيدا لمصلحه الجميع. شكرا لك. ميرسي 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 نتالي. اكيد ناشر موقع لبنان فايلز ومدير شركه مدير عام شركه ستاتستكس لبنان، ضيف عزيز مثل دائما. الى اللقاء. الله يخليك. الله يخليك. شكرا لكم مشاهدينا لمتابعتنا. اكيد دقائق وبتنضم لكم زميلتنا سمر بوشبل بحلقه جديده من نان تو مان.